معنا مشاهدينا للحديث عن آخر التطورات في المغرب بعد الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق في البلاد. معنا من الرباط هاتفيا الصحفي أحمد يونس، مرحبا بك. إذن ما آخر التطورات بشأن آخر التحديثات لأعداد القتلى والمصابين من جراء هذا الزلزال وعن أكثر المناطق تضررا أيضا؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ ناصر، هي آخر الإحصائيات التي أعلنت من قبل وزارة الداخلية المغربية عن 820 ضحية، 672 مصاب، منهم 205 في حالة حرجة. الجهود مستنفرة يعني من قبل الدفاع المدني المغربي والفرق الطبية، وتدخلت القوات المسلحة الملكية المغربية، هناك استخدام للطائرات البروحية. كل هذه الجهود مستنفرة يعني لإنقاذ المتضررين ونقل الضحايا إلى أقرب المدن، وهي مدينة مراكش التي تبعد 80 كيلومتر عن مركز الزلزال. هذا الزلزال بطبيعة الحال زلزال صعب جدا، يعني المغرب تعرض إلى زلازل في وقت سابق لكن لم يكن بهذه القوة، يعني 7 درجات، إلا في ستينيات القرن الماضي ضربت مدينة أكادير. والذي أدى إلى أضرار أكثر هي قوة الزلزال الارتدادي، يعني الذي جاء ب6 درجات الذي تبع الزلزال الأول. هزات ارتدادية. ولا زالت ارتدادي كان ب6 درجات، ولا زالت يعني لحد الآن هناك هزات ارتدادية لكن خفيفة نوعا ما، يعني وتؤثر على المناطق إلا بمحيط 60 كيلومتر. المركز المتخصص بالزلازل في المغرب قال إنه الهزات الارتدادية تقدر أن تستمر إلى لأسابيع قادمة لكن بمحدودية، وسيبدأ بالتضاؤل إلى أن ينتهي. جميع مدن المغرب حست بهذا الزلزال، يعني حتى المدن البعيدة، لكن أكثر المتضررين هي المناطق القريبة للزلزال. سبب ارتفاع هذه الضحايا كون أنه الزلزال ضرب في جبال الأطلس في منطقة تسمى إيغيل في إقليم الحوض جنوب غرب مراكش ب80 كيلومتر. هذه المناطق هي تجمعات سكنية، يعني قرى جبلية، مناطق ريفية، هناك تجمعات ل20 أو 50 بيت. أكيد هذه المناطق تكون في مناطق وعرة، طرق صعبة الوصول إليها، ذات بنى تحتية هشة نوعا ما، فهي أكثر المناطق التي تعرضت للأذى والتهدم المنازل هي هذه المناطق الجبلية. هناك يعني جهود كبيرة يعني تبذل، لكن الطبيعة الجغرافية صعبة في تلك المناطق، عمليات الإنقاذ مستمرة، هناك دعوات لحمل التبرع بالدم، هناك إنشاء مستشفيات مؤقتة، وهذه التجربة ليست بالجديدة على المغرب، كون المغرب تعرض في أوقات سابقة إلى عدد من الزلازل لكن ليس بهذه القوة صراحة. وهذه الجهود أيضا استدعت تدخل الجيش والقوات الخاصة الملكية. يظهر الدفاع المدني والفرق الطبية، يعني هذا يظهر الحاجة إلى فرق إنقاذ. وحتى الآن ربما يعني أعداد القتلى والجرحى ربما قد تترشح عن ازدياد مستمر. هناك لا سمح الله. متوقع أن تتصاعد هذه الإحصائيات. كما قلت في وقت سابق أنه المناطق المتضررة هي جميعها مناطق جبلية في قمم جبال في أودية، يعني هناك هي هذه المناطق تسمى تجمعات سكنية، قرى جبلية، الطرق وعرة يعني للوصول، يعني استخدام المروحيات. ولكن ذكرت أنه حتى الآن الخطورة قائمة ربما لمدة أسبوع. كما أعلن، ما الإجراءات الاحترازية؟ وليس أسبوع، أسابيع، هناك أسابيع متوقع ربما. أسابيع، لكن إذن كما قال إنه قد لا تتجاوز 3، يعني 3 على مقياس ريختر أو 4. كيف يعيش الناس في مراكز الهزات هذه أو حتى القريبة منها؟ كيف، ما الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تقدمها الحكومة المغربية والجهات الساندة لها من أعمال لتجنب وقوع أي خطورة يعني مستقبلا؟
هناك دعوات انه المنازل التي تضررت او المباني العمارات السكنيه التي تضررت الابتعاد عن هذه هل المباني. هناك توفير لملاجئ مثلا يلجأ إليها؟ نعم نعم، لم اسمع، عفوا. هل هناك توفير ملاجئ مثلا يلجأ إليها اكيد الناس، خصوصا سيتم من انشاء تضررت يعني منازلهم يعني؟ مجمعات سكنيه نعم مؤقته. يعني المغرب كما قلت لك ليست المره الاولى التي يعيش فيها هناك بعض الكوارث الطبيعيه التي تحدث من سيول، فيضانات، زلازل في اوقات لكن ليس بهذه الشده. طيب فالمغرب نوعا ما لديه هذه الكوادر المتمرسه على لمواجهه هذه الخطوره التي تاتي من هذه الحوادث والكوارث الطبيعيه. لكن لغايه الان نعم يعني كل هذه الذين هي مجرد معلومات اوليه، طيب كانت حاله صعبه على المغرب بشكل كامل وليس المنطقه التي تضررت. ومن يعني هنا نسأل عن أهمية التضامن الدولي أو العربي للخروج من هذه الأزمة، ما مدى الحاجة الآن لفرق إنقاذ خارجية لمساعدة المغرب في هذه الأزمة؟ أبدت بعض الدول حسب ما قرأنا في بعض الأخبار، أبدت نعم بعض الدول عن استعدادها للمساعدة، لكن لغاية الآن الجهود المغربية حاليا هي الوحيدة التي تقوم بعمليات الإنقاذ نعم من الدفاع المدني والقوات المسلحة. يعني نعم واضح لغاية جميل. الآن لم نشاهد هناك فرق أخرى يعني من دول أخرى قد حضرت المغرب للمساعدة في عمليات الإنقاذ، كون أنه الحادث لم يمر عليه وقت طويل، يعني نعم جاء في صحيح. وقت متأخر من الليل في الساعة 11:11. الوقت قصير من نعم الليل إلى الآن، ربما يعني اليوم أو غدا هناك تصل تطورات في هذا الجانب. نعم المساعدات. إذن من الرباط الصحفي أحمد يونس، شكرا جزيلا لك.